عادتي عند الصباح والمساء أستثمر المفيد في الأشياء ودون ما إسراف أو أخطاء لطاقة مهمة كالكهرباء حسب ما يفيد. لكن هناك من يريد إهدار الطاقة والتبديل. نعم نعم قل ما تريد يا رشيد، فإنني عند الصباح والمساء في كل بيتي أشعل الأضواء وأرفع التكييف دون ما تخفي وأفتح النوافذ ليسرح الهواء. إن تفعلوا ستفشلوا بهدركم للطاقة، حفاظنا عليها شراكة صداقة. سجن في الغرفة. كيف سأهزمهما؟ كيف سأتخلص منهما؟ كيف؟ هدار! ماذا تريد؟ كنت أريد أن أخبرك أن رشيد وحيران لم يعودا بعد. وماذا أفعل أنا؟ وماذا؟ وجدت الخطة. ولكن ما هي؟ من فعل هذا؟ افتحوا الباب، أريد الخروج. يبدو أن مهمل وهدار يريدان احتجازنا هنا ليفعلا بالطاقة ما يحلو لهما. اهدأ يا صديقي، سنجد حلا. وأخيرا نحن بلا قيود، سنهدر الطاقة كيفما نريد. افتح الشباك يا صديقي مهمل، وجهاز المكيف بسرعة شغل. وسأفتح الثلاجة كي أهدر منها الطاقة. حيران، ربما وجدتها. رشيد، هل أنت جاد؟ هل تظن أنك تستطيع المرور من هذه الفتحة الصغيرة؟ مؤكد لا، لكن المفتاح يستطيع. ها؟ ها؟ هدار، المفتاح يسير وحده. ما هذا؟ إنه يسير وحده حقا. أمسكه يا مهمل، لا تدعه يصل إليهما بسرعة. هرب مني، أمسكه أنت. ما زال بعيدا. ها
هزمنا مرة أخرى يا هدار. نعم هزمنا.